باب خطير جدا عندنا، مهم جدا. نعم، بعض الناس يقول أن الشرك لا يقع فيه أهل الجزيرة العربية أو لا يقع فيه أي مسلم. 有些人认为举办不会发生在阿拉伯半岛或发生在任何一个穆斯林身上。 كيف وقد جاء في الكتاب وفي السنة وفي أقوال السلف والأئمة؟ 无论是在经典当中、圣训当中，以及先辈当中，以及一些学者当中。 عندنا الأئمة الأربعة يقولوا أن هناك أشياء يكون بها الإنسان مرتد حتى ولو كان في الجزيرة، حتى ولو كان في غير الجزيرة. 四大伊玛目也承认，有一些人是属于叛教的人，那些人发生在半岛。 الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا أهل الردة في الجزيرة العربية. 圣门弟子们曾经和叛教者们作战。 لابد أن نحذر من الشرك. 我们必须要警惕举办。 ولأن هذا الكلام من الشيطان. 那些认为这个半岛那里没有举办的是不对的。 ومن علامات الساعة أنه يلحق حي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين. 在 大限之日来临之前，有很多迹象。 ويعبد فئام يعني قلة من الأمة الأوثان نسأل العافية والسلامة. 会出现一些崇拜偶像的人。نعم.